طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، إحصائية صادمة تكشف نجاح الحوثيين بإبعاد اليمنيين عن لقاحات التحصين. صحيفة العرب الجديد تتحدث عن كيفية إحكام الحوثيين قبضتهم على حياة اليمنيين. ومن أخبارنا المنوعة، بلدة سورية تفوق أعداد القطط تعداد سكانها. أهلا بكم. في أحد عنابر إصلاحية السجن المركزي بمدينة تعز، تقول صحيفة المصدر: تفتك أوجاع الغربة ب 78 مهاجرا إفريقيا، بينهم 3 فتيات، وباتوا يحلمون بالعودة إلى وطن أجبرهم الفقر على مغادرته. 3 أشهر مرت منذ إدخال هؤلاء الأفارقة السجن في منطقة الضباب غربية تعز، وهو ما زاد شعورهم بالغربة بعد أن كانوا يحلمون قبل دخولهم اليمن بحياة كريمة وعيش رغيد. مدير الإصلاحية المقدم عصام الكمال قال إن سلطات الأمن احتجزت هؤلاء المهاجرين القادمين من دول في منطقة القرن الأفريقي وبالذات إثيوبيا لدخولهم اليمن بطريقة غير شرعية، وأضاف أن هؤلاء يعانون من ظروف صعبة ومشاكل جمة، ضاعف منها أنهم قدموا إلى بلد لا تنقصها المشاكل وتعصف بها حرب طاحنة منذ أكثر من 5 أعوام. يتلاشى بريق الأمل في قلوب هؤلاء المهاجرين بعد أن وجدوا أنفسهم مكدسين في سجن تعز، وغدت حياتهم معلقة بين الأمل في العودة إلى الوطن أو الحصول على فرصة عمل لعلهم يبدأون حياة جديدة بلغة عربية لم يتمكنوا منها. قال أحد هؤلاء السجناء: تم إيقافنا في السجن منذ 3 أشهر، لا ذنب اقترفناه ولا جرم ارتكبناه عدا حجة مخالفتنا لقانون الإقامة، وتابع: قدمنا إلى اليمن باعتباره محطة عبور إلى السعودية بحثا عن الرزق، وحلمنا بحياة تسودها الراحة والاطمئنان قبل أن ينتهي بنا المطاف في هذا السجن. يتحدث الكاتب يعقوب العتواني في موقع المصدر عن عقد الثورة وعقدتنا، ويقول أيضا في جزء من المقال: العقد الثاني من القرن 21 ينقضي الآن، أتخيله يترنح وهو يغادر. لقد اختزن هذا العقد في ذاكرته من الأحداث المؤثرة والتحولات المفاجئة ما يفوق بكثير قدرة 10 أعوام على السيطرة والمعالجة. بالطبع أنا أعي بأن هذه الصورة المتخيلة تعكس بالأساس حالنا نحن في ختام العقد الثاني للألفية الثانية، وأعني بنحن تحديدا الجيل العربي الذي تصادفت اهتماماته وتجاربه الأولى في المجال العام مع تغييرات وانفجارات سياسية واجتماعية حادة لا تحيط خبرته العملية القصيرة بما يماثلها، ولا تسعفه إمكاناته الفكرية القاصرة في تحليلها والتعامل معها. بالنظر إلى الخلف القريب أو البعيد في مدى هذا العقد، تظهر المساهمة العربية طاغية في تأليف أهم أحداثه وتشكيل ذاكرته السياسية، فقد استقبلناه بموجة عاصفة من الثورات العظيمة في كل من تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، ثم ها نحن نودعه بموجة أخرى من الثورات ميزتها الإضافية تتمثل في تحديها لليأس الشامل الذي خلفته الموجة الأولى. تجرفنا رغبة عارمة في الابتعاد والابتعاد فقط، وبدل السؤال ما الذي حدث، يقوم الذهن المذعور بعكس الصيغة على سبيل التفجع: ما الذي لم يحدث؟ لكن هل من الممكن فعلا مغادرة هذا العقد؟ قطعا لا، فإضافة إلى أن التاريخ يخبرنا بأنه لا شيء ينقضي في الحقيقة، وأن التقسيمات الزمنية محض أرقام لا تعني فصلا نهائيا وقطعيا بين فترة وأخرى، لدى هذا العقد بالذات ما يرشحه لأن يمتد داخل عقود لاحقة، وأن يصير إن صح التعبير عقدة كل العقود التي تأتي بعده. النهج السلمي في الثورة والتعبير عن التطلعات السياسية عاود الحضور بقوة في عام 2019
وأفلح وإن جزئيا ومؤقتا في جميع الحالات التي اكتسب فيها الزخم الكافي، ما يؤكد أبلغ تأكيد على عبثية الحديث عن نهايات ثابتة يختم عليها عقدنا المثير قبل أن يمضي، وعبثية الاستسلام للرغبة في الهروب والصداع الذي تسببه لنا ذاكرتنا المنهكة. يبدو أن جماعة الحوثي نجحت بالفعل في إبعاد اليمنيين عن لقاحات التحصين ضد الأمراض القاتلة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث سجلت فرق الإحصاء والرصد بحسب موقع يمن مونيتور تراجعا كبيرا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بين عدم الإقبال والرفض لحملات التحصين التي تقودها منظمة الصحة العالمية واليونيسف ضد وباء الحصبة. وقال مسؤولون ومشاركون في حملة تحصين ضد شلل الأطفال إن الحوثيين وراء حملات تخويف الناس من تحصين أطفالهم. ونجحت جماعة الحوثي في تنفير أولياء الأمور عن حملات التحصين في مناطق سيطرتها، حيث سجلت إحصائية الفرق الميدانية عن تطعيم 3 ملايين طفل فقط من المستهدفين من الحملة البالغ عددهم 5,500,000 طفل وطفلة دون سن الخامسة. وقال الطبيب يعمل في الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال يمن مونيتور أن الحملة تعد متعثرة، لكن وزارة الصحة التابعة للحوثيين حصلت على أموال طائلة من أجل السماح بتنفيذها. بينما يعاني اليمنيون من صعوبة العيش وتفشي الأوبئة نتيجة الحرب وقصف التحالف العربي الذي تقوده السعودية، يقول الموقع بوست أقامت قيادة التحالف في عدن دورات خياطة للنساء مما أثار حفيظة الكثير من اليمنيين. وجاء إعلان قيادة التحالف تحت عنوان نساعدكم من أجل أنفسكم، دورة خياطة للسيدات بتمويل وتنفيذ قيادة التحالف في عدن. وأثار إعلان الدورة ردود فعل وتندر من قبل نشطاء يمنيين أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد ما خلفته الحرب من تدمير للبنية التحتية. ويرى سياسيون استطلع رأيهم الموقع بوست أن إقامة السعودية والإمارات مثل هكذا فعاليات واهية يأتي هروبا من استحقاقات المرحلة وتنصلا من ملف إعادة الإعمار نتيجة ما خلفته الحرب من تدمير البنية التحتية والأحياء السكنية. انتشرت قوافل التغريب اليمنية في شتى جهات الأرض، بل إن اليمنيين هم من أدخلوا الدين الإسلامي إلى عديد من مناطق القارات القديمة الثلاث، وحيثما حل المهاجرون اليمنيون حلت وانتشرت عاداتهم وتقاليدهم وتراثهم. كان هذا جزءا من مقال للكاتب حسن عبد الوارث الذي نشره تحت عنوان أدب الهجرة في موقع يمن مونيتور، وقال في جزء من المقال لا توجد مدينة أو قرية في اليمن لم يعرف أبناؤها الهجرة والاغتراب عن الوطن. وقصة اليمنيين مع الهجرة والغربة ليست حديثة العهد، بل هي ضاربة في عمق التاريخ منذ أن تفرقت أيدي سبأ إثر انهيار سد مأرب التاريخي الشهير بحسب الرواية السائدة، وبعد أن كانت لهم جنتان عن يمين وشمال. غير أن المشوار التاريخي لهجرة اليمنيين عن بلادهم وإن بدأ بحادث السد فإنه لم يتوقف قط في مختلف العصور، فلطالما طرأت أسباب قاهرة دعتهم إلى الهجرة، وحتى من كان يعود ليستقر في وطنه بعد غربة كثيرا ما استجدت ظروف تضطره إلى الهجرة مرة أخرى، حتى لكأن اليمني مهاجر مستمر أو مدمن هجرة. ومن أهم أسباب هجرة اليمني الفقر المدقع الذي بلغ حينا حد القحط والمجاعة والقهر الاجتماعي والسياسي وانعدام فرص العمل المناسبة لذوي المؤهلات والكفاءات المتميزة والحروب والقلاقل والثارات والرغبة في تحسين مستوى الحياة وغيرها من الأسباب التي سطرت سفر الهجرة والاغتراب في التاريخ اليمني قديمه وحديثه. ظل اليمني طوال مشوار غربته يهفو إلى ربوع وطنه تواقا إلى ملاقاة الأهل والعشيرة مهما طالت سنوات الغربة ومهما تقلبت به نوائب الدهر وتعددت ديار الهجرة.
ولو غابت عن الذاكرة الشعرية اليمنية آلاف النماذج في هذا النطاق الحميمي لموضوع الهجرة والغربة واللهفة للعودة إلى أحضان الوطن، فلن يغيب البتة هذا البيت الشعري الخالد لشاعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح: يوما تغنى في منافينا القدر، لابد من صنعاء وإن طال السفر. تقول صحيفة العربي الجديد إنه منذ أن كانوا جماعة محظورة في جبال صعدة وحتى اليوم يحرص الحوثيون على التحكم بحياة الناس ووضعهم تحت السيطرة المباشرة للجماعة وتحت مجهر رقابتها، واعتمدوا في سبيل ذلك طرقا مختلفة تتراوح بين القمع المفرط والإرهاب المنظم. اعتمد الحوثيون خطابا دينيا قائما على مبدأ الولاية وحق آل البيت في الحكم ومكانتهم وسلطتهم الفردية التي يجب أن يتمتعوا بها وفقا لخطابهم الديني. كان التعليم الديني والمذهبي أداة أساسية اعتمدها زعيم الجماعة السابق حسين الحوثي لاستقطاب الصغار والشباب منذ تسعينيات القرن الماضي، وأصبحت ملازمه التي تتضمن محاضراته الدينية مرجعا أساسيا لنشر ثقافة الجماعة، إذ ترغم موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري على الالتحاق بهذه الدورات لتغيير أفكارهم وعقيدتهم، وفي الوقت نفسه لاختبار ولائهم وشخصياتهم والطريقة المناسبة للتأثير عليهم. وبما أن اليمنيين عموما يمنحون الدين اهتماما خاصا ويفسرون ظواهر حياتهم بناء على الموروث الديني الإسلامي، فإن تكريس الخطاب الديني أمر لا يجرؤ أحد على الاعتراض عليه حتى ولو كان مخالفا لما يؤمن به ولمذهبه الديني وطريقته في التدين والعبادة. ولهذا كانت المساجد من أولى المؤسسات التي حرص الحوثيون على السيطرة عليها واستخدموها في خلق الرأي العام وكسب الأتباع، كما مثلت الاعتقالات و توجيه تهم العمالة أداة فاعلة ومرعبة تستخدمها جماعة الحوثي ضد كل من لا تثق بولائه لها أو من لا ينفذ توجيهات رجال الجماعة ومشرفيها. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن قرار ميليشيا الحوثي منع تداول الفئات الجديدة من العملة اليمنية المطبوعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن أدى إلى شل حركة المصارف وشح السيولة النقدية وحرمان عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من الحصول على رواتبهم في مناطق سيطرة الانقلابيين. كانت الجماعة الحوثية أعلنت أخيرا ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثا عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، فيما طلبت الحكومة الشرعية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل من أجل وقف التعسف الحوثي والحرب الاقتصادية العبثية التي أعلنتها الجماعة في سياق سعيها للتضييق على السكان ومفاقمة سوء الحالة الإنسانية المتردية. وأوضحت وزارة المالية في الحكومة اليمنية في بيان رسمي أمس أنها تلقت في اليومين الماضيين من البنك أو من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها الوزارة والبنك لصرف رواتب الموظفين اعتذارا من عدم القدرة على دفع الرواتب. شاباتهم وعجائزنا تحت هذا العنوان كتب عبد الباسط سيدا مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، وقال في جزء منه: بات مألوفاً في المجتمعات الإسكندنافية أن تتصدر نساء شابات العمل السياسي القيادي ويصلن إلى سدة الحكم وقيادة الأحزاب. ففي الدنمارك هناك سيدة في موقع رئاسة الوزراء عمرها 41 عاماً، وهناك سيدة تحكم في النرويج. أما في فنلندا فقد وصلت شابة إلى موقع رئاسة الوزراء لتكون أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد وربما في العالم. وإذا انتقلنا إلى المجتمعات الفتية ومنها مجتمعاتنا، نجد أن الصورة عكسية تماماً وهي تعبر عن واقعنا، فالأحزاب بغض النظر عن حجمها وتأثيرها باتت تختار زعماءها إلى الأبد. هذا في حين أن دور المرأة في ميدان السياسة ما زال ينحصر في إطار الاستعراض التزييني
والتضليل الإعلامي، فما نسمعه من أحاديث تشيد بحرية المرأة في مجتمعاتنا وما نراه من بروز نساء في الميادين السياسية والعسكرية وحتى الثقافية والاقتصادية لا يعتد به ولا يتجاوز دائرة العمل الدعائي الذي يعد جزءاً من عدة الشغل التي يستخدمها الرجال المتحكمون بالمفاتيح والمصائر والمسارات، بينما في الواقع العملي ما زالت المرأة مادة للاستغلال والاضطهاد بكل أشكاله، تتعرض للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي، وغالباً ما تكون موضوعة للاستغلال الجنسي في ظروف وحالات شتى وتحت مسميات مختلفة. ومع ثورات الربيع العربي الأولى تبين للجميع أن المحرك الأساسي لكل تلك الثورات هم الشباب، وكان اللافت إسهام الشابات بأعداد متزايدة في المظاهرات والاعتصامات. وعلى الرغم من كل التضحيات التي كانت، تمكن رجال الثورات المضادة العجائز وأنصارهم من العودة إلى مراكز القرار لأسباب كثيرة، في مقدمتها الدعم الخارجي وبفعل الخبرات والإمكانات التي كانت لديهم نتيجة عقود من العمل السلطوي أو الحزبي التضليلي الشللي. هل ستبقى الأمور هكذا؟ وهل على شبابنا وشاباتنا أن يقطعوا الأمل ويبحثوا عن المستقبل في بلاد الناس، أو يستسلموا مرغمين لنزوات الحكام ورغباتهم وأجهزتهم بكل أسمائها وتمظهراتها؟ تؤكد تجارب الشعوب العكس، أما تجارب منطقتنا فقد أكدت استمرارية الاستبداد في ظل تحالف وثيق بين أيديولوجيات تبدو متنافرة في مواجهة شبابنا الذين يقارعون المستحيل من أجل مستقبل أفضل يرتقي إلى مستوى إمكاناتهم وأحلامهم المشروعة. الباحث الصيني الذي أثار موجة استنكار عالمي العام الماضي يقول موقع عربي 21، مع إعلانه تعديل جينات طفلتين توأمين قبل ولادتهما حكم عليه بالسجن 3 سنوات. وكان جيان كيوي أعلن في نوفمبر 2018 أنه توصل إلى ولادة طفلتين توأمين مع تعديل جيناتهما لجعلهما قادرتين على مقاومة فيروس الإيدز الذي يحمله والدهما. وعبر في مؤتمر صحفي عقده بعد بضعة أيام في هونغ كونغ عن اعتزازه بما خلصت إليه بحوثه، غير أن الحكومة الصينية التي اتهمته يومها بالتساهل أمرت بتعليق أبحاث العالم وفتح تحقيق في القضية، وقضت محكمة في تشينجين في جنوب البلاد حيث أجرى العالم أعماله بسجنه بعد إدانته بتهمة التلاعب جينيا بطريقة غير قانونية بـ3 أجنة. وأكدت السلطات الصينية أن امرأة ثانية كانت حاملا بطفل عدلت جيناته، إضافة إلى الطفلتين التوأمين، لكن لم يتم تأكيد ولادة الطفل الثالث. بعد شهور من القصف السوري والروسي المكثف لبلدة كفرنبل في محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة السورية المسلحة كما تقول شبكة البي بي سي، أصبحت أعداد القطط تفوق أعداد البشر في البلدة. يقبع صلاح جار تحت طاولة في زاوية قبو امتلأ بالركام ليحتمي من القصف الذي ينهال عليه، لكنه ليس وحيدا في هذا المخبأ، فبصحبته 6 قطط تشاركه الخوف والمأوى. يقول صلاح: أشعر بالراحة عندما تكون القطط في الجوار، فهي تخفف من هول القصف والدمار والمعاناة. بلدة كفرنبل حيث يعيش صلاح كانت محل إقامة أكثر من 40,000 شخص، بقي منهم أقل من 100، في حين يصعب عد القطط التي تعيش فيها الآن، فمن المؤكد أنها بالمئات وربما بالآلاف. ويضيف صلاح أن الكثيرين نزحوا عن كفرنبل فتقلص عدد سكانها بشدة، وتحتاج القطط لمن يرعاها ويوفر لها الطعام والشراب، لذا لجأت لبيوت من بقوا في البلدة، وأصبح كل بيت به حوالي 15 قطة. 2020 خطط الصراع في عقد العرب الجديد، هكذا ما اختاره الكاتب عمرو حمزاوي عنوانا لما قاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، والذي قال أيضا في جزء منه: في 2019 وبعد سنوات من الخمول، أعاد خروج المواطنين العرب إلى الشارع من جديد ظاهرة الانتفاضات الشعبية إلى الواجهة. 2019 شهد على نحو غير متوقع
مواجهة الحكومات العربية لتحديات شعبية تعترض تطلعاتها إلى فرض سلام أوتوقراطي. فقد خرج المواطنون إلى الشارع في بلدان لم تكن جزءاً من انتفاضات 2011 وطالبوا بالتغيير السياسي، واندلعت الاحتجاجات في السودان والجزائر والعراق ولبنان. لقد ركزت مطالب التغيير السياسي في السودان والجزائر على إنهاء عهد الحكومات الخاضعة لسيطرة الجيش والتي انطبع حكمها بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد في نطاق واسع جداً وتردي الخدمات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان. ورفع المطالبون بالتغيير في العراق ولبنان شعار نبذ السياسة المذهبية. لقد تسببت السياسة الطائفية بتقويض سيادة القانون على نحو منهجي، وأفسحت المجال أمام تفشي الفساد، وأتاحت صعود الميليشيات المسلحة لتهديد المواطنين وقمع المعارضين بصورة مستمرة. اكتشف المواطنون أن الحكام غير خاضعين للمساءلة، والسياسيين الطائفيين هم السبب الرئيسي وراء المشقات الاقتصادية والفساد. الحكام المتفلتون من المساءلة والسياسيون الطائفيون ليسوا على استعداد للتخلي عن السلطة من دون مواجهة ولا للرضوخ لمطالب المحتجين، فلطالما بنيت سيطرتهم على الأجهزة الأمنية الهمجية والبيروقراطيات الحكومية الفاسدة ورجال الأعمال المحسوبين عليهم ووسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة والشبكات الطائفية والزبائنية. ومما لا شك فيه أنهم لن يتوانوا عن اللجوء إلى العنف المطلق والقمع الذي لا حدود له من أجل الحفاظ على المساومة التي تقوم عليها أنظمتهم السلطوية. ليس مؤكداً ما إذا كانت الأكثريات ستظهر قدرة أكبر على الصمود في 2019 وتتجنب السقوط في فخ العنف الذي تجرها إليه الحكومات من خلال التمسك بسلمية الاحتجاجات، ولكن على ضوء نجاح السودانيين في فرض اتفاق مع الجيش لتقاسم السلطة ديمقراطياً واستمرار التظاهرات في الجزائر والاحتجاجات الحاشدة غير العنفية في العراق ولبنان، ثمة ما يدعو إلى الأمل في 2020. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صورا متنوعة من صحيفة الديلي تيليغراف، نتابع جزءا منها. وفي حلقتنا أيضا اخترنا لكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير والتي تعبر عن قضايا عديدة، نتابع. وبهذه الصور ورسوم الكاريكاتورية نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.